في الفيديو ده هنشرح الإفكتس التأثيرات. تمام، هضيف الفيديوهين دول، هسيب لكم رابط أسفل الفيديو تحملوا منه الملحقات دي. تمام كده، هضيف الفيديو الأولاني بالشكل ده واضيف وراء الفيديو الثاني بالشكل ده. الإفكتس التأثيرات بظهرها من قائمة ويندو، باجي من قائمة ويندو واختار إفكتس، هي ظاهرة عندي هنا اهو طالما معمول عليها علامة صح يبقى ظاهرة. طيب موجودة فين؟ اهو لقيتها موجودة هنا في المكان ده، ممكن انت تلاقيها عندك تحت هنا، فأنا بحب أسحبها كده وأحطها فوق هنا في المكان ده. التأثيرات دي بتبقى على الفيديوهات والصور والصوت، يعني عندي هنا مثلا أوديو إفكتس دي تأثيرات الأصوات، أوديو ترانزيشنز برضو انتقالات الأصوات، فيديو إفكتس تأثيرات الفيديو، وفيديو ترانزيشنز انتقالات الفيديو. ممكن أجي هنا من السيرش وأبحث عن أي إفكت أنا عايزه، يعني أكتب مثلا بيج هلاقيه ظاهر لي على طول بيج بيل وبيج تيرن. تمام، فيديو إفكتس، ونشوف الكولر كوركشنز ونشوف البرايتنس أند كونتراست، نختاره ونحطه على الفيديو بتاعنا بالشكل ده، وبعدين أضغط على الفيديو وأروح للإفكت كنترولز عشان يظهر لي البرايتنس أند كونتراست. طب لو مش ظاهر عندك الإفكت كنترولز، بروح من قائمة ويندو وبظهر الإفكت كنترولز. طيب الإفكت ده فيه إيه؟ فيه برايتنس وفيه كونتراست، يعني ممكن أغير كده في البرايتنس، شايفين كده أهو بزود، وممكن أغير في الكونتراست الوضوح أهو. تمام، ممكن اعمله كانيميشن او تغييره خلاص، يعني تعالوا كده نعمل زوم في التايم بالشكل ده لغايه مظهر الواحد ثانيه اهو والزيرو ثانيه. هختار من هنا ادي البرايتنس والكونتراست، هلاقي في 2 كي فريم اتعملوا عندي الثانيه زيرو، اروح متحرك شويه كده لغايه الثانيه واحد او لغايه الثانيه نص، اروح مغير في البرايتنس كده ازوده، وممكن الكونتراست برضو، وبعدين ارجع تاني عند الثانيه واحد. تمام، واخد القيمتين دول كنترول سي او كليك يمين كوبي وكليك يمين تاني وبيست فينزلوا معايا بالشكل ده. هعمل بلاي فلاقي الاضاءه بتزيد وتقل بالشكل ده. طب الايفكت اللي انا عملته على الفيديو الاولاني عايز اعمله على الفيديو التاني، فانا ممكن انسخ التاثير من فيديو لفيديو. بروح للفيديو الاولاني وبروح للبرايتنس اند كونتراست كليك يمين عليها وكوبي، وبعدين بروح للفيديو الثاني وكليك يمين هنا وبيست. تمام كده، او لو جينا عند الثانيه زيرو وعملنا بلاي هنلاقي الاضاءه اتعملت بالشكل ده.